معنى إليه هو يؤكد المطالب التي عبرت عن الأوساط الديمقراطية والمدنية في تونس منذ 25 جويلية إلى الآن، لأن هناك رغبة ملحة، هناك محاولة لإقناع رئيس الجمهورية بضرورة فتح الحوار وبالتالي توفير شركاء يكونون على استعداد تام لإيجاد أرضية وإيجاد برنامج وإيجاد خطة طريق توصل البلاد إلى إخراجها من هذا المأزق الذي تردد فيه. هناك دعوة بالخصوص إلى احترام المؤسسة القضائية، هناك دعوة ملحة لضرورة في مشاورات واسعة النطاق، هناك تأكيد على ضرورة احترام الحريات وحقوق الإنسان، هناك تأكيد على ضرورة حل مشكلة البرلمان المجمد وذلك من خلال انتخابات سابقة لأوانها، هناك دعوة إلى توضيح الصورة. وبالتالي لا توجد مؤامرة في المثل، ومن يفكر بطريقة المؤامرات فهو لن يكون قادرا على فهم ما يجري ويحل طبيعة الأزمة في تونس. إنما الموجود أن هناك تطابق في وجهات النظر بين الأساسية في البلاد والأساسيات كانت أو سياسية وحزبية، وبين الأطراف الدولية خاصة الأطراف اللي هي عبر عن حقوق الإنسان العالمية. هذه الأطراف لا تريد شرا بتونس، لا تريد شرا بالرئيس، ولا تريد تغيير الأوضاع بطريقة تآمرية. تريد لتونس أن تعود إلى مسارك الديمقراطي مع تصحيح العديد من القضايا والمسارات، وبالتالي حتى تستعيد تونس دورها واحترامها من قبل القوى العالمية. نعم.